تحت هذه السحب الكثيفة ترتفع هتافات المواطنين في عاصمة محافظة سقطرى حديبو، رسالة واضحة من جماهير محتشدة. بيع الوطن! رفض الانتقال ورفض بيع الوطن أبرز مضامين هذا الخطاب القادم من الأرخبيل الذي يعيش حالة توتر سياسية وتحشيدا للقوات الحكومية وعناصر المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، جموع تحركها الخوف من تحويل جزيرتهم إلى بؤرة إضافية للصراع على غرار ما حدث في عدن ومحافظات جنوبية أخرى. لذلك جاءت أصواتهم واضحة في دعم توجهات الحكومة والمحافظ رمزي محروس للحفاظ على وحدة الصف ومؤسسات الدولة من عبث قوات المجلس الانتقالي. هذه التظاهرات أتت بعد أيام من تصريحات المحافظ بانتهاء المدة المطروحة لأعضاء المجلس الانتقالي بفضل اعتصامهم أمام مقر المحافظة ورفع المظاهر العسكرية. فإلى أين سيقود التحشيد الحاصل هذه الجزيرة الآمنة على شاطئ البحر؟ ما يحدث هنا ليس واقعاً معزولاً، فعلى بعد آلاف الكيلومترات وتحديداً في الرياض كانت الحكومة الشرعية وقيادات المجلس الانتقالي قد حددا يوم الثلاثاء القادم موعداً للتوقيع على اتفاق جدة، لكن ما يحدث في هذه الجزيرة يؤكد أن الأزمة بين الحكومة وأذرع الإمارات لن تنتهي في الوقت القريب. تقول المعادلة السياسية إن اتفاق جدة لن يغير من واقع الجزيرة، بل إن واقع الجزيرة السياسي هو من يملي شروطه على اتفاق جدة. فقد قالت مصادر سياسية إن إعلان تأخير توقيع اتفاق جدة أتى على خلفية ما تشهده سقطرى من أزمة سياسية وتحشيد عسكري، وحتى يتمكن هذا الاتفاق من إعادة الاستقرار إلى الجزيرة والسيطرة الحكومة على جميع مؤسساتها، ستكون هذه الجموع قادرة على قول كلمتها الفصل أمام جميع المسارات.